مشاهدينا، سويعات ويبدأ سريان حضر التجول الشام اليوم غدا الجمعة كالعادة. آلية تماهي المواطنين مع هذا الحضر بالتأكيد سيكون مع مراسل المملكة. في هذه النشرة سيكون زيد خلفات. زيد، بعد التحية، كيف ترى آلية تماهي المواطنين مع الاستعداد ليوم غدا الجمعة؟ ساندي، ما زال التهافت الملحوظ من قبل المواطنين في هذه الساعات التي تسبق دخول الحظر الشامل، وهذه الساعات التي تشهد اكتظاظ من قبل المواطنين على مراكز التموين وعلى المحال التجارية وعلى المخابز، وهنالك أيضا اكتظاظ في الشوارع العامة وأزمات تشهدها العاصمة عمان قبل تنفيذ الحظر الشامل وقبل ساعات من تنفيذ الحظر الشامل. رغم الاستمرار في التأكيد من قبل الجهات المعنية بعدم التهافت إلى الأسواق، ما زال المواطن الأردني يلاحظ أنه يتوافد ويتهافت بشكل كبير على المراكز التموينية وعلى المحال التجارية وعلى المخابز قبل ساعات من تنفيذ الحظر الشامل. أيضا الاكتظاظ والحركة، حركة السير، تشهد حركة اختناق كبيرة في محيط العاصمة عمان وبالتحديد في المنطقة التي نتواجد فيها، وهي منطقة بيادر وادي سير، منطقة السابع، منطقة دوار الشعب. كما تلاحظين هنالك يعني طوابير على مخابز المنطقة، وهنالك أيضا طوابير أيضا في المراكز التموينية. رغم أن المطالب المتكررة بالتباعد، هنالك التزام ملحوظ ساندي من قبل المواطنين في التباعد الجسدي، وأيضا هنالك التزام آخر من قبل المواطنين في موضوع السلامة العامة والتزام بلباس الكمامات. لكن يبدو أن المواطن الأردني ما زال لا يعتاد موضوع التسوق والاستهلاك الكبير من قبل المواطنين قبل ساعات من تنفيذ هذا الحظر، حظر الشامل. نعم ساندي. إذن زيد خليفات مراسل المملكة، سنبقى معك أولا بأول. أما الآن زيد، الله يعطيك العافية.